فعلا يا دولا انا بعبر. انت تعرف المطرب ماجد المهندس؟ ده اخو ماجد المصري؟ يعني بص، زي ما انا من اهم الشعراء في مصر، هو من اهم المطربين في العراق. المهم يعني كلمني قال لي والله يا استاذ عادل انا عايز قطعه من اشعارك اغنيها. قلت له اوكي انا ما عنديش مانع خالص يعني. حلو قوي يا دولا، حلو قوي. طب وانت عندك يعني اغاني غنيها؟ انا اصلا يا ابني بكتب اشعار من وانا في تانية ابتدائي. ليه يا دولا انت بتكتبها على كراسة مربعات؟ تصدق فعلا انا كنت كاتب اشعار كتير جدا على كراسة المربعات، كنت حتى ساعتها مسميها الشعر الهندسي، وبما ان هو ماجد المهندس وده شعر هندسي هتنفع معاه. في قطعة بفكر فيها كنت بكتب فيها يعني اللي هي ايه، يا ماجد يا معلمة ألم وبرجل ومن ألا. الله يا دولا، الله، ايه الجمال ده يا دولا، الله. ده انت بس مش هتقطع يعني عيش الشعرة بس؟ ليه ليه ليه، ده انت هتقطع عيش مدرسين الحساب كمان. والله اللي عايز بقى يستفيد يدفع الحاجة مجنية يدفعوا فيها اتنين عادي. عندك حق يا دولا، يعني انت فتحت نفسي للشغل يا دولا يعني. وانا كان في حاجة بس يعني مستحرج اقولها لك. والله انا اللي مستحرم اسمعك، بس هعمل ايه؟ ابن عمي يقول يا ابني قول. بص يا دولا، يعني وطبعا مما لا شم فيه انت استاذ. يلا يا رمز انا هشم وراك، قول يا ابني قول اخلص. بص يا دولا، انا جات لي يعني حاجه كده بس مش عارف اذا كانت يعني شعر ولا نسر ولا ايه. لا انت دي حاجه ما تتكتبش، دي حاجه تطير. قول قول يا رمز. خد عندك يا عم، انت يا دولا قلت ايه؟ يا ماجد يا معلمه الم وبرجل ومن الا. شفت لزقت معاك ازاي؟ علم على الناس. انا بقى عملت حاجة مختلفة خالص يا دولة. يا ماجد يا معلمة ألم وبرجل ومقلمة. لازم منقلة يا ابني، مش مهندس لازم احتاج المقلمة. المقلمة دي، المنقلة دي هي اللي هتوزن البيت كله يا دولة. يا دولة ما هالبرجل ده والمنقلة جوه المقلمة كلهم. انت ايه اللي دخلك في الشعر؟ انت ايه اللي خليك تدخل في حاجة زي كده اصلا؟ انا راجل شاعر شغلتي اكتب شعر، هو راجل مطرب شغلته يغني. طب وانا راجل اهبل شغلتك تتهزق. يا حبيبتي يا حبيبتي يا من كنت، يا حبيبتي يا من كنت معي حتى يا بقى ماجد المهندس يكلمك انت. يا سلام، وفيها ايه يعني يا ماما؟ اذا كان هو ماجد المهندس انا عادل سعيد، هو مطرب وانا مؤلف اغاني، عادي جدا، الشيء لزوم الشيء. لا بس الملاحظ ان ماجد المهندس بينشد انشودات بالعربيه الفسيحه، اما انت يا روحي لسانك بينطق بالعاميه الدراجه. الدراجه دي بتتركب يا ماما، العاميه الدرجه هي اللي بتتكتب يعني. وبعدين لعلمك يعني انا بكتب كل الاصناف وكل الانواع، انا مكمبر على قصيدتين لغه عربيه فصحى فظاع فظاع. هتلاقي بقى فيهم الناعت والمنعوت به والفاعل والمفعول به والمن والاليه واكبر من واصغر من وكده يعني. اكبر من واصغر مني دي في الصرف، في الصرف، في الصرف معروفه يعني. وانصرف بقى يا رانيا عشان عايز اركز واخلص القصائد المطلوبه مني دي بعد اذنك. حبيبتي يا من كنت معي في تانية اعدادي. عادل، اعمل حسابك يا روحي لو انت فعلا هتكتب لماجد المهندس، انا هعمل معاه ثنائي غنائي. قصدك 20 يعني. وبعدين ثنائي غنائي ازاي يعني يا ماما؟ هو انت اصلا بتعرفي تغني؟ طبعا يا حبيبي، انا عندي موهبه غنائيه منذ السبا. طب غني عليا. غني. تحب تسمع ايه؟ قديم ولا جديد؟ غربي ولا عربي؟ اجنبي ولا انجليزي؟ انت بتضطر يا على الرغم ان انت المفروض تبقى اول واحد تقف جنبي وجنب موهبتي. موهبتك ايه؟ وانا شفت منك حاجه، هامن بموهبتك دي عمياني يعني، ما انا لازم اشوف حاجه. سمعينا حاجه. اوكي. اسمر يا اسمراني تيره من قسك عليا، لو ترضى بهواني ترى برضو انت اللي ليا، بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه، طول غيابك ليه قولي ليه قاسي ليه 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 يا اسمر. أه
بصي هي يعني عارفة موهبة شبه موهبة يعني، بس هو انت المشكلة عندك في حبل صوتي معين هو اللي فيه المشكلة. احنا لو وصلنا للحبل الصوتي ده نقدر نظبطه يعني، بس حاولي تسمعيني حاجة تانية كده. صفيني مرة ترارا وجفيني مرة ترارارا، ولا تنسانيش كده بالمرة. صفيني مرة وجفيني مرة. ايوه انا ظبطت الحبل الصوتي اللي انا بدور عليه، احنا بس لو جبنا اوله هنعرف ننشر عليه على طول. ايوه لو ظبط ممكن يبقى عارفه موهبتك تبقى داخله في منطقه اللي هو ايه شبه مطربين يعني. ما تقلقيش يا رانيا ما تقلقيش. يعني انفع يا عادل؟ بصي انا ما اقدرش اقول تنفعي، بس بجد يعني انا ما اقدرش افرضك كمان على الوسط يا رانيا، بعد كده هيقولوا عشان هي مراته وهو اللي فارضها وبيشيل الكلمات الكويسه يديها لها. يعني مثلا ممكن اليسا تزعل او نانسي عجرم أو اي مطربه، انت عارفه بقى كلام الجرايد. خلاص يبقى نتطلق. لا مش هنوصل لطلاق يعني. عموما انا هحاول هقول للماجد المهندس يعني، بس هلمح له من بعيد لبعيد كده، وانت برضو يعني لو حصل تعاون يبقى برضو ايه من بعيد لبعيد يعني، انت تغني في حته وهو في حته تانية، وبعدين لو حصل مثلا يعني ونجحتي ولا حاجه برضو يبقى من بعيد لبعيد يعني، كليب مثلا او فيديو كليب يبقى انت الكليب بتاعك في حته كده وهو يعني، بحيث ايه في النهايه ان شاء الله يعني ما تنفعيش خالص يعني، باذن الله يبقى كويس. يا حبيبي يا ربنا يخليك لي. ايوه بس برضو من بعيد من بعيد عشان لسه عندي تركيز، خلينا في اكل عيشنا بقى يا ماما. انتوا لسه ما جهزتوش؟ وبعدين يا جماعه يا اخوانا الفنان ماجد المهندس دلوقتي على وصول، وانتوا قاعدين لي بالبيجامات والجلاليب والتريننج يا حماتي، معقوله؟ بقى ماجد المهندس هيعبرك انت بأمارة ايه؟ ده انت بتكتب مصري بالعافية، هتكتب له قصيدة شعر عراقي. انا ممكن اساعدك على فكرة ان انا مطلعة جدا على الثقافة السومرية والبابلية وبتحدث بالعراقية بطلاقة. لا 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 يا جماعة انا مش محتاج كده، انا بالعكس انا هكتب باللغة المصرية العامية عادي جدا، وهو ياخد بقى يترجم للعراقي يعني، يصرف على شغله بقى يعني. عادل بيتكلم كل اللغات. يترجم العراقي ايه يا ابني؟ هو انت فاكر العراقي ده بيكتب من الشمال لليمين ولا من فوق لتحت؟ انت مالك انت مالك؟ ابننا بيعرف كل اللغات، ايش حشرك انت في الحاجات دي؟ ربنا يخليكي ليا يا حماتي. عموما انا يا جماعه على فكره عشان تعرفوا بس ان معاكم في العيله حد عبقري يعني، انا اشعاري هتلف العالم بعون الله يعني. دلوقتي ماجد المهندس هيعمل الاغنيه دي بالعراقي، بعد كده اسمه الجسمي هتلاقيه طالب مني اغنيه بالخليج الحزين، جورج وسوف يسمع الاغنيتين يغير طبعا، يقول لي لو سمحت يا عادل انا عايز اغنيه اغنيها باللبناني على الجبال او موال لبناني. بعد كده طيارات مش هبقى فاضي اترجم طبعا. خلاص يا حبيبي ولا يهمك، احنا نجيب ترجمان. لا يا حبيبتي احنا مش محتاجين يعني، مثلا عندك نجيب محفوظ كان جايب مدرس انجليزي بيقعده جنبه يترجم له الاعمال بتاعته، بالعكس كان بيعمل الاعمال بتاعته كلها تتنشر، الناس التانيه تعجبهم الاعمال ياخدوها يترجموها بقى. وانت ايش جابك انت لنجيب محفوظ يا شاعر بلا قافيه؟ بصي بلا قافيه مصر ما جابتش غير اتنين، نجيب محفوظ في الادب وطبعا عارفين اعماله اللي هو راجل المستحيل والشياطين ال13 والشياطين الخمسه وتختخ ونوسه، وانا في الشعر بقى، والشعر بتاعي ده طبعا يعني هيكسر الدنيا هيلف العالم يا ماما. ايه لا 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 خدي خدي استنى، ما حدش يفتح قوموا استخبوا بجلاليبكم وبجمادكم وبترينكم. لا 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 انا متاكد ان هو ماجد المهندس. ايوه ده موعده مظبوط انا عارف. عايزين نشوف. لا 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 معلش معلش النبي يا جماعه خلي بالكم ان انا مستقبلي هنا اهو، لو سمحت خشي يا رانيا. لا لا انا دويت الثنائي بتاعي. مش لما اقنعه الاول؟ بعد اذنك يا رانيا بعد اذنك، ما تبوظوش شغلي. يا مرحبا مرحبا سيد عادل. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ الحمد لله. يا مرحبا. ابيض ده زي القمر. شاقول تري تري جونتي، مش معقول يا شاب زي الفل. تفتكري مرتبط؟ اكيد، ما اللي زي دول دايما بيرتبط. طب ما يرتبط بينا احنا الثلاثه. اقعد اتفضل. اهلا وسهلا.
نورت مصر والله. الله يخليك، منور بوجودكم يا سلام. شو الاخبار؟ الحمد لله تمام. شوف سبحان الله انت داخل عليا وبالصدفه الكلب بتاعك شغال في التلفزيون اهو. والله يا ريت تتكلم بالشغل استاذ عادل، اللي ما عندي وقت. لا قوي عينيا، بس معقوله يعني هنتكلم في الشغل وانت على بطن فاضيه؟ لازم تتغدى معانا. لا معلش مره ثانيه، بس الحقيقه انا سمعت عنك وعن اشعارك الجميله من بعض الاصدقاء، وحاولت احصل على موبايلك ما لقيته، واخيرا الحمد لله حصلته بالدليل. اهو ده دليل على ان ربنا رايد للاغنيه العربيه الانتشار، وانها تكسر الاغنيه الاجنبيه وتديها كتفه يا نجم. يا ريت تسمعنا شيء سلام عادل ممكن. قوي قوي طبعا اسمعك، بس يا ريت يعني حضرتك تقول لي بس على طبقه الصوت بتاعتك، يعني مثلا لو غنيت لي حاجه. انا اصلا عندي اغاني كتير جدا واشعار كتيره جدا، بس كل حاجه ليها طبقتها، يعني ممكن تغني لنا حاجه؟ ممكن اغني لك. بين ايديا واحس انك بعيد، ذوب احضاني مثل قطعة جليد، علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز، أحلى طعم الحب أكيد، زيد ناري وخلي بجروحي ملح، خلي نسهر ليلنا لحد الصبح، لا تفكر حبنا غلطة ولا صح، اش ما يعد العمر حبنا يظل جديد. ايش رايك؟ الله، لا يعني حاجة جميلة، بس يعني برضو يعني انت ليه بخيل كده يعني يا استاذ ماجد؟ ما تقول لنا حاجة جميلة كمان يعني. اكيد خلينا نسمع من عندك احسن. ماشي. أنا صراحة يعني القصيدة دي أنا كنت مخبيها ليا يعني عشان لو أنا بقيت مطرب أو حاجة، بس صراحة يا مجود يعني ما تغلاش عليك. الله يخليك. أهو. كمارها تعرف. دي تنفع بقى لأي عيد ميلاد، أنت موجود في أي حتة تخش على طول. عيد ميلادك يا حبيبي أو يا حبيبتي حسب صاحب عيد الميلاد أو صاحبتي، عيد جميل جيت أغني ليها أو ليه هو وصحبته، تورته وشمع وجاتوه وباتون ساليه، جيت أغنيه عشان ما تقولش بتنسى ليه. باتون ساليه إيه أستاذ عادل؟ أنت شغال في فرن؟ أنت متأكد إنك الأستاذ عادل سعيد الشاعر المصري المشهور؟ اوريك الرقم القومي؟ لا لا ما في داعي، بس الظاهر اني جيت في وقت انت ما محضر باعمالك واشعارك، ان شاء الله وقت ثاني اتمنى تحضر مجموعه راقيه شويه واحسن. لا انا عندي كتير يعني حضرتك، يعني بص، لا استنى، بص حضرتك انا عندي اشعار والله العظيم. معلش معلش ان شاء الله وقت ثاني. طب حضرتك اسمعك اي حاجه ثانيه يعني؟ بلاش البتون سليه. طب حضرتك يعني، طب اسمعك جزء من بيت، طب من شقه، طب اوضتين وصاله، طب الغداء يا استاذ ماجد. بابا هو انت صحيح هتغني؟ لا يا حبيبتي، يعني انا دلوقتي ما بفكرش في حكايه الغنى دي خالص، بس هي دايما بتبتدي كده، انت عارفه كل المطربين اللي بيغنوا دول ابتدوا لاما مثلا شاعر بيكتب اشعار او ملحن بيعمل الحان يعني، وبعد كده بيجيب قميصين مشجرين يضرب القميصين مع شويه جل في شعره وينزل يغني. هي دي شغلانه يعني. وانت عرفت سكه ماجد المهندس دي منين؟ عرفت سكته منين؟ قول يا ماما، هو عطل عليها ازاي؟ ده قلب الدنيا على نمر تليفوني، خد مصر دي كلها كعب داير لغايه لما لقى النمره وكلمني بنفسه. ماجد المهندس حاجه غريبه جدا، حكايه لا يصدقها عقل. عارف لولا شفته بعينيا دي اللي هياكلها الدود كنت قلت عليك هجاص. كفايه بقى يا سناء، رزق وجه لاخوكي، واكيد هيعم علينا كلنا، مش كده يا عدول؟ يا سلام. طبعا يا ماما انت تأمري، بس انا ماجد المهندس بس يعربني وانا هروقكم كلكم.
أنا يا عادل أنا فخورة بيك، يعني فخورة بجد جوز بنتي، بلس إنه يعني تاجر آثار كبير، ده إحساسه رهيب جدا وشاعر عظيم. أمال أنا ارتبطت بعادل ليه أصلا يا مامي؟ ما هو من قصائد الشعر المموهة اللي كان بيحدفها في وشي وأنا واقفة في منصيف الليالي في البلكونة. منصيف الليالي منصفت الرقبة يعني تحسي كده. يا جماعة بجد والله والله أنا مش عارف أقول لكم إيه، أنتوا قد كده يعني واقفين جنبي وبتأيدوني عشان أرتقي بمستوى الأغنية العربية قصاد الأغنية الأجنبية. أنا بعون الله هتغابى على كل مطربين بره، هخلي شيرين عبد الوهاب تكسر مادونا، هخلي عمرو دياب يقطع جاكسون، هخلي محمد فؤاد يعلم على ترافولتا. بعون الله يا أخوانا على إيدي الأغنية هترتقي ارتقاء عجيب عجيب عجيب، هخلي العالم كله كل سنة كل صيف يبقى في مارينا بيتفرج على حفلات ليالي التلفزيون. برافو عليك يا عادل، احنا ان شاء الله هنناطح اعلام الغناء الغربي. يا حبيبتي ايد النور مش شايف، يا حبيبتي ايد النور، يا حبيبتي الدنيا ضلمة انا خايف، يا حبيبتي ايد النور. بس يعني معلش حاسس ان القصيدة دي فيها كمية اضاءة كتيرة جدا، محتاجة يعني مدير اضاءة كويس، بس انا ممكن ارشح له المغربي يعني. هو غالي بس انت عارف ماجد ساعات. مساء الخير. شوف الزبون. ايوة حضرتك عايز انه تمثال عادل سعيد؟ لا ده الوحيد اللي عندنا هنا يعني، هو مش للبيع ده للعرض فقط. حضرتك عادل سعيد الشاعر؟ معجبين بقى ودوشتهم. بص عليك انا ما عنديش صور يعني، لكن لو عندك اوتوجراف ممكن اكتب لك فيه قصيده بيت اي حاجه كده يعني. حضرتك انا بسالك سؤال محدد، حضرتك شاعر؟ ايوه طبعا شاعر، بيبان من شعري ومن حواجبي، الشعر بيبان عليه طبعا. اصلا انا شاعر زميل. شعر زميل وجاي لي بقى كواسطه يعني، عايزني يعني اتوسط لك بقى عند حمائي، عند حكيم، عند حميد، عند اي حق. لا لا اطلاقا، دول كلهم اصحابي. ايه تعرفهم منين؟ من ايام الجامعه؟ لا انا عامل لهم شغل كتير قوي، مغرق السوق. سوق العبور ولا ايه؟ على فكره انا سمعت عنك كتير. يبقى اكيد ماجد ابتدى يرغم. انا قلت له استنى بس يا ماجد لغايه اما الالبوم ينزل داري على شمعتك تطفي، ما اسمعش الكلام. طيب يا استاذ حضرتك بما ان انت شاعر فانت عارف يعني ان الواحد بيبقى وقته محدود، يعني انا لسه بكتب في قصيده، لسه بشطب البيت يعني الدور الثاني في البيت، حضرتك دخلت على طول، انا وقتي محدود. واحيانا كمان الموهبه بتبقى محدوده. قصدك ايه؟ قصدي اني بشكك في موهبتك. ايه ده ايه ده؟ يعني ايه تشكشك في موهبتي؟ انا جبت سيره بشكشك. ايوه قلت بشكشك، بقول بشكك في موهبتك. يعني ايه بتشكك؟ يعني هو احنا بنبيع بالقسط؟ لو انا ما بنشككش. انا مش بس بشكك في موهبتك، انا بشكك في اخلاقك كمان. ده انت هتخرمني خالص يا عم. لا 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 لا, لا انا ما اسمحلكش. لو كان عندك اخلاق يا استاذ ما كنتش تدعي انك الشاعر عادل سعيد المعروف. لا حضرتك انا الشاعر عادل سعيد، سيبك من المعروف، انا عادل سعيد. بلا عادل بلا سعيد بلا شاعر، انا عادل سعيد الحقيقي. لا انا عادل سعيد. لا انا عادل سعيد. انا عادل سعيد. انا عادل سعيد. بس مين فيكم عادل ابن عمي؟ هتلخبط خلاص. انا عادل سعيد بس مش ابن عمك يا ابني. ايه ده ايه ده؟ يعني مش ابن عمه؟ لا انت هتنقي عايز تبقى عادل سعيد، شيل البيع مع بعضيها، خد ده. وبعدين حضرتك يعني لو مش مصدقني اهو اتفضل، ادي الرقم القومي بتاعه اهو، عادل سعيد الجمال. مش ممكن، مستحيل. بس خلاص فهمت، عادل سعيد الجمال، وانا اسمي عادل سعيد جمال. تشابه في الاسماء. تشابك في الاسماك ازاي يعني؟ انا جبت سيره اسماك، تشابه عشان كده حصلت اللخبطه. المساعد بتاع ماجد المهندس اتصل بحضرتك عن طريق الغلط بدل ما يتصل بيا، لانه جاب نمرتك من دليل التليفون. بس الحمد لله صديقي الملحن محمود طلعت اتصل بيا في اخر لحظه، ولولا كده ما كنتش فهمت اي حاجه. ايوه يعني حضرتك عايز ايه دلوقتي؟ انا اصلا ماجد المهندس جالي البيت وسمع الاشعار بتاعتي وقال لي بقول لحضرتك ايه، انت تبعد عن ماجد ده خالص. ماجد نزل مصر اساسا علشان يسمع الاغاني بتاعتي. اغاني بتاعتك ايه؟ ماجد جاي لنا اصلا؟ وبعدين يعني فعلا مع عدوك الا بنكارك انت جاي عايز تاخد مني ماجد؟ ده انا ما صدق ان اشعاري توصل للعالميه العربيه. طب بقول لك ايه، تتحداني؟ ايوه طبعا يتحداك انت وعيلتك الشعرة كله. انت اصلا كده شكلك دكتور سنان. ايوه 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 هتحداك. خلاص
يبقى مبارزة شعرية بيني وبينك قدام الأستاذ ماجد المهندس. خلاص يبقى بقى يا حلو تحضر كفن قصايدك من دلوقتي، وانت دولة كده سنله قصيدتين حلوين كده عشان نغز بيهم ونخلص. أنا لنفسي أغزك وأخلص معكش قصيدة حلوة شوية. بصراحة أنا محتار لأن انطيت كلمة الأخ عادل إني أسمع، وبنفس الوقت أنا عندي موعد ويا الأستاذ عادل. أتصور ما في حد منكم غشني، بس سوء تفاهم وارد. يبقى الشعر اللي يحكم ما بيننا. هذا صحيح. شنو رأيك أستاذ عادل؟ لا طبعا الشعر هو اللي يحكم أكيد بيننا يعني. طب يا دول لما تدي له فرصة يعني راجع، أصل شكله كده تلميذ. تلميذ؟ صدق إنك لذيذ وكلامك مش بيغيظ. الله يحفظك. واخرتك مع المعيز. ايه ده طب ليه الغلط ده؟ هو كده بقى قافيه حلوه. دوله ده بيمسخرني خالص. بص بيصغر لي ازاي بعينيه دوله يا دوله ترقع له على موهبته. طب بتشتم رمزي ولا ايه؟ ايوه بشتم. طيب يبقى انا هضطر ارد عليك. على فكره بقى انت مش كويس، وواضح من كلامك انك بتهيس. و شنو بعد؟ قافيه ناقصه. ناقص يعني انت مش كويس، واضح من كلامك ان انت بتهيس. ولما تاكل بتهيس. الله قافيه مظبوطه. جدا مظبوطه جدا. الله عليك يا دوله، وانت كده بتشخبط له بالجاف على موهبته. موهبته دي انا عامله زي المريله. مريله هلبسك المريله وهبهدلك بهدله، فهمني يالا. لسه ساكت رد علي؟ لا ما هرد طبعا يعني. يلا ما اصل ده على وزن من قال ومن لا يعني. بص احنا نتبارى احسن في اشعار ليها معنى وليها قيمه عشان برضو الفنان يستفيد يعني. وحياه اللي من غير معاد جمعنا، لحنقول كلام وله معنى. يلا اتفضل ابتدي كده وسمعنا. لا ابتدي انت الاول ولا لسه هتستنى لعم نول؟ كل واحد في شعره هيقول، وكلنا هنقول في الدور، وساعتها هيبان الشعر الحقيقي من المنقول. شعرك اصلا معمول مش ابن اصول، واخرك هتقوله على عربيه فول. الله يا دوله الله، يا مشبعهم ومجوعهم يا دوله. سيبك منهم هجيب لك اخرهم، اصل انا بصراحه جاي وناولهم. حضرتك يعني هو بيقول اي كلام وخلاص. طب تعرف تقول قصيده عن مصر؟ يا مصر يا فتحه دراعاتك لكل اللي جاي. ايه ده حضرتك ده حافظ مش فاهم. لا سالت منين ولا فين ولا ازاي، ياللي ترابك زعفران يا أصل الحنان، بحبك بحبك يا مصر. الله 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 كلام جميل صح. لا حضرتك كلام جميل إيه، هو بيتكلم عن مصر في المطلق يعني، لكن ما ذكرش الإنجازات. طب سمعت القصيدة بتاعت اللي هي بتاعت مترو الأنفاق؟ سمعني. سمعك؟ سمعني. يا مترو توت توت توت، هلحقك ومش هتفوت فوت فوت. يا متر الأنفاق فاء فاء، في كل حتة وكل زقاق آآ زي ما كنت في حلوان وكنت في شبرا وكنت في غمرة، غدا قريبا هتبقى في الوراء راء راء. دولة ايه الجمال ده يا دولة؟ وسع له بقى دولة كده علشان احتمال ينزل المحطة الجاية. يمكن معهوش تذكرة هلا. والله انا مو فاهم شو الموضوع. لا ده شعر تقدمي، انا فاهمه كويس. ها بقى يا استاذ ماجد، كل حاجة طبعا وضحت. هي انها الاستاذ عادل سعيد ابن عمي طبعا، ولا عادل سعيد اللي هو لسانه زفر ده؟ بصراحة الاثنين زينين. عليك اختار واحد مننا يعني. قول ما تتكسفش. لا انا برأيي اشوف بعدين وارد عليكم. لا 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 ارجوك يا استاذ ماجد، انت لازم تحسم الموضوع ده دلوقتي. انا احب اعرف رايك بكل صراحه. صراحه راح اخذ كلام منك يا استاذ عادل. انت شاورت غلط، انت قلت منك صح. انا شاورت صح يا استاذ. لا حضرتك كنت تقصد كده وبعدين انت شاورت. لا 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 انت قصدت جنب دوله. انا مبروك يا دوله. الف مبروك. لا لا هو شاور عليا، شاور عليا. الف مبروك ايه؟ طب حضرتك وانا طيب انت عندي راي
في صديق عندي يشتغل بالسيرك الشعبي، ممكن تعطيه كلام بغنيه. السيرك الشعبي؟ الله يا دولة، ألف مبروك يا عم، ألف مكتوبة لك يا دولة، ألف البلياتشو هيغني لك يا دولة. يبقى بقى دخلني ببلاش. ببلاش، خدتكم وش بلكاش. النوبة الجاية حرمان يا مام. جمعا يا حبيبي، اقعد، عاوزك خمس دقايق في كلمتين. اوي يا مام. انت هتقولي الكلمتين في اخر خمس دقايق ولا ايه؟ لا هقول اهو. عادل يا حبيبي، انا حاسه كده ان ايامي في الدنيا بقت معدوده و... يا ماما ما تقوليش كده يا ماما، ربنا يديك الصحه وطولة العمر ان شاء الله يا ماما. هو في حد يا حبيبي هيأزل في الدنيا؟ طب خلاص براحتك، قولي يا ماما. انا بس عايزه قبل ما اسيب الدنيا اسيب لكم حاجه تفتكروني بيها. هو ده العشم برضه يا ماما، كنت عايزه تسيبي ايه؟ بابا عايزه ايه؟ مش لاقي الشراب بتاعي. روحي خدي الشراب بتاع خالتك نجلاء. اجري. ايوه ماما، كنت بتقولي عايزه اسيب لكم. بابا ها عايزه ايه؟ يخرب بيت بابا، عايزه ايه؟ الشراب بتاع نجلاء مقطع. خدي شراب ماما، اتصرفي، اجري اجري. شقيه قوي ياسمين دي. الاولاد احباب الله، ربنا في كتابه الكريم بيقول المال والبنون زينه الحياه الدنيا. الحمد لله غطينا احنا حكايه البنون دي، فاضل حكايه المال. كنت بتقولي عايزه اسيب لكم؟ كنت عايزه اسيب لكم السيره الحلوه بس. لا، والسمعه الطيبه. اذا كان على كده هنهيص بقى يعني، اصل السيره لوحدها هتعمل ايه؟ اهو اللي ما ياخدش سيره ياخد سمعه برضو يعني. بابا الراحه المدرسه. طيب يا حبيبتي استني على الرصيف، ما تنزليش من على الرصيف الا ما يجي الباص. ماما صحيح ينفع اديها حاجه من نايبها مثلا بنص جنيه سمعه، بربع جنيه سيره او حاجه؟ معلش يا حبيبي، هو كان المفروض ان انا اسيب لكم فلوس. ماما فلوس ايه يا ماما، ربنا خليك لينا، مش محتاجين فلوس الحمد لله، مستوره. طيب ماشي، ما دام مش عايزه حاجه يعني مش هتسيب لنا حاجه، محتاجه انت اي حاجه؟ انا استخرت ربنا وباذن الله ناويه احج. تحجي؟ يا سلام، ربنا يكتبها لك يا ماما. طب وانت يعني هتجيبي فلوس الحج منين؟ انا معتمده عليك في الموضوع ده. يعني عايزه تبعتيني لحد اجيب لك منه فلوس؟ لا، انت اللي هتطلعني احج. انا اللي طلعك تحجي لي؟ وانا طارق علام؟ لا، انا لما اروح ان شاء الله للحج هدعي لك، لما ارجع رزقك هيبقى 10 اضعاف. بص يا ماما، يعني اكيد انا لو معايا فلوس مش هتاخر عليك ابدا، بس ان شاء الله اوعدك اول 100,000 جنيه يخشوا جيبي وما اكونش محتاجهم هطلعك تحجي بيهم والوحدة. لا، انا عايزه ام ميرفت معايا. هي اللي عارفه الطريق يعني؟ هاي ويندوز تايتانيك بليز. بليز انا كنت عايز. ايه ده كنت عايز؟ يعني انت مصري بقى؟ يس. يا عم سيبنا استهلك في الانجليش بتاعي. بص انا كنت عايز تمثال ستايل، ويا ريت يبقى فيه الوان كتير كده، وخصوصا الفسفوري، اصلا بتموت في الفسفوري. لا ما دام بقى بتموت في الفسفوري روح هتلاقي اكله سمك. بص انا حسيتوها دي زمانتنا في المودرن اكاديمي، اوكي وهي بتموت في الانتيكات، وكيمو ايه بقى واكل عقلها بالتماثيل، وانا ايه بقى عايزك تجيب لها تمثال ستايل شبهها بالظبط. قوم ايه بقى قوم هي تقلب كيمو وتعلق في انتيمو. هو انتوا معانا في البلد دي ولا ايه بالظبط؟ بص يا عم انتيمو، انت تسيبك بقى من حكايه التماثيل والستايلات دي خالص، اسمعني بس. انت تاخد البنت دي على كاريتا وكيسين كشري كده وعلى ترعه المريوطيه، تاخدها كده تتغندروا مع بعض، مناظر جميله والخضره في الميه نفسها. البنت بقى هتضرب كيس الكشري هتخر معاك بالكلام، انت تسرسبها هتشبط معاك على طول. ريلي؟ ايوه ريلي، سعاد، منى، اي واحده بتيجي بالطريقه دي. يا لا رمز،
الزبون العجيب ده كان عايز ايه؟ يا عم باين عايز تمثال زمبالك لعبه باين. تمثال زمبالك؟ اه يا دولا بص يا دولا انت قاعد ومريح دماغك وانا هنا اللي طالع عين يا دولا في زباين بيطلبوا طلبات غريبه. طلبات غريبه ازاي يعني؟ يعني عندك مثلا في زبون جالي امبارح قال ايه بيقول لي عايز تمثال قط فرعون اسود وعايز اشتري كل الكميه اللي عندنا باي ثمن انت عايزه. زباين اتجننت يا عم. ايوه يعني المهم انت قلت له ايه؟ قلت له ايه؟ لا طبعا يا دولا الأمانة سر النجاح. نجاح إيه يا فاشل؟ أنت مالك أنت ومال النجاح؟ قط فرعون أسود وتقول له ما عندناش؟ ما هو يا ابني المخزن بينونة ويخرب بيتك. يا دولة ده مش قط، دي قطة. روح نضف البازار. وإيه الكيس ده؟ ده كيس زبالة باين. وكيس الزبالة بيعمل إيه هنا؟ خد ارميه بره. قول لي بقى. بتبردم بتقول ايه؟ ما بقولش. بتقول ايه؟ ما ده ورا كان انا انا اه بحسب اتكل على الله. بس يا حيوان ها رميت الزباله؟ رميتها يا عم. انت بتشوح ولا ايه؟ بتشوح انتوا يا بهايم انتوا زبالتكم دي ترموها تحرقوها مش ترموها على عربيات الناس. صح. وبعدين لو كل واحد رمى زبالته في الشارع الشوارع هتبقى مزبوطه. صح. هو انت الكورال ولا ايه؟ انت مين؟ اخوك في الحياه سيد الزعفراني 010573345 وده اخر كارت معايا. واو بكام ده؟ لا ده متباع حضرتك. من غير فلوس ده كفاية بس لسانك الحلو اللي انت دخلت علينا بيه ده. لا صحيح. خلاص عشان خاطرك 150 جنيه. بس سيد. نعم. ادفع. عيني اجوع. شكرين اوي يا استاذ سيد. سيد اتفضل يا استاذ سيد. اللي جاب لك يخلي لك. اللي جاب لك يخلي لك. اتفضل مع الف سلامة. سلامة سيد. ايه ده؟ شفت ياد؟ ده البيع. ده البيع والشراء. ازاي تعرف تلاقي الزبون؟ افهم حاجة. افهم حاجة. خد الكيس وارميه يلا. ما ترموش على العربيات. حد ارميه في اي حتة من غير ما حد يشوفه. حاضر يا عم. حاضر حاضر. تلاتة حاضر. اتكل على الله. يا السعادة الشنطة دي وقت من الواد رمزي. خلي بالك بعد كده. هاد مشكرين قوي. سلم لنا على المعلم. السلام عليكم. السلام ورحمه وبركاته. وبعدين في الشنطه بقى المحجبه دي هنعمل فيها ايه؟ انا هفتحها يا ابن عمي. لا 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 احنا مش ناقصين جراثيم. خد ارميها يلا. يا عم انا رميتها قبل كده كذا مره. هي شغلانه بقى يا عادل. ما تيجي تاخدني قلمين يا دولا بقى كل شويه بقى دولا وتشوح لي. يا عم بقى ما انا زهقت. السلام عليكم. وعليكم السلام. اديني حاجه لله ربنا يسترها معاك دنيا واخره يا ريس. لا معلش ربنا يا حنان. معلش ده انا عندي ميه على ركبي هنا اهو. طب كويس ان عندك ميه. ده في غيرك مش لاقي تشطف. بركب حنفيه على ركبتك بقى. بركب تتريق على شحات ممكن ربنا يسخطك. طب انت لسه متريق. انا اتريق انت متريق. ماشي ارجوك يا سعاده البي الجوده في الموجوده. اي حاجه اي حاجه يا حاج. ما انا قلت لك ربنا يحنن. الله يخليك يا بي. اي حاجه اي حاجه من عندك. حاضر يا سيد. حاضر يا سيد. الشحاتين دول. اتفضل يا سيد. ربنا يخليك يا سعاده البي. بقول لك معلش وانت ماشي في سكتك ارمي لنا كيس الزباله ده. جرايه يا استاذ. انت فاكرني زبال؟ انا شحات قد الدنيا. عالم زباله. ايه ده؟ ده طلع بيمشي عادي. يا اخي بتجيبوا الكلام لنفسكم انت. شوف بقى ابن عمي وما تاخدهاش يعني مني تقيله يعني. ها هين قرشك ولا تهين نفسك يا عم. وبدل ما تتحوج للاشكال دي السلقط لك عيل حرك كده اهو ياخد باله من البازار يبيع لك تماثيل يرمي لك زباله. اجيب عيل يعمل لي طب ما انت بتعمل ايه حضرتك هنا يعني؟ حضرتك فاكر ده مراحيض عامه؟ لا يا دولا انا هنا اشراف عام. صرفت لي في فلوس الحج؟
ماما النهاردة الاثنين البنك قافل يا ماما. مفيش بنك بيقفل يوم الاثنين. ومفيش بنك أنا حاطط فيه فلوسي أصلا يا ماما. يا ماما حسي بيا يا ماما. يا حبيبي ما أنت داخل خارج محمل أهو. محمل إيه؟ ده عشان الشهر، طلبات الشهر، يعني نقضي الشهر كله من غير أكل. يا حبيبي كل براحتك، بس في أولويات، اعمل لآخرتك قبل دنيتك. حاضر يا ماما، وبعدين أنا الحمد لله مزبط، يعني أنا كفاية إن أنا بكفر رمزي ده لوحده، يعني إن شاء الله يدخلني الجنة. عادل، عايزك في كلمة. ها؟ طبعاً يا حبيبي، أنت عارف إن كل بني آدم فينا بيمر بظروف صعبة. طبعاً، وما حد يمر بظروف صعبة، الحد اللي ما بيمرش بظروف صعبة يقف مع اللي عنده ظروف صعبة. حس كده بقى، نجلاء أختك الصغيرة بتمر بظروف صعبة جداً. انت عارف طبعا البنت صغيرة وطايشة وبتشوف صحابها بيروحوا وبيجوا بيلبسوا وهي ما عندهاش هدوم خالص، وكانت عايزاك يعني لو تسمح يعني تجيب لها منتو. يا سلام، واحدة ما عندهاش هدوم اجيب لها منتو؟ عايزة حاجة تاكلها ليه يعني؟ لا يا عادل، منتو ده اللي هو البلطو الطويل. طب ما تقولي بلطو طويل، لازم منتو يعني؟ منتو. بابا عايزة 30 جنيه. وانت عايزة الفلوس دي ليه رخرة؟ عشان اجيب هدية للمدرسة. بمناسبة ايه؟ امتحانات اخر الشهر. طب هو كل شهر هنجيب لها هدية يعني؟ انا مش فاهم انا، وكل شوية هات 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 ال 200 جنيه اللي عليك. نعم. ما انت عمال تدي وتجيب وتحط وتشيل، ادفع اللي عليك الاول. ايوه ادفع اللي عليا ايه وبجيب وادي ايه؟ دي طلبات الشهر يعني الحق عليا. عادل صحيح افتكرتي حبيبي، عايزة 10 جنيه عشان اجيب مرق الدجاج. مرق الدجاج ليه؟ ما انا جايب الدجاج نفسه اهو، وادي طلبات اهي كل، ادي الخل وادي الزيت وادي طماطم وادي الفراخ اللي هتعملي عليها المرقه اللي انت عايزاها، وادي البرتقانه اهو اللي انت قلتولي عليه، وادي موزه اهو ولسه موز فريش اتفضلي، وادي الباذنجان اللي هتعملوا لنا عليه بابا غنوج، جايب لكم كل حاجه يعني انا مش حارمكم من اي حاجه، مش مقصر معاكم في اي حاجه، وكل شويه هات فلوس هات فلوس هات فلوس. اجيب لكم فلوس منين؟ ده شكل واحد معاه فلوس، ده شكل واحد معاه فلوس، ده شكل تاجر عملة. ايه ده؟ ايد مين دي؟ شفت يا عادل؟ عشان نويت تحججني بس ربنا رزقك، امال لو حججتني ده انت مش هتلاحق. لا بقى معلش، انا السبب. انت السبب فين ان شاء الله؟ علشان كل يوم الصبح بقوم ادعي له. وانت بيستجاب لك دعاء اساسا؟ طبعا مستجاب لي دعاء، بقى مريت انا دعيت لبنتي فربنا بعت لها ابن الحلال. اوبا ملعوبه، اكلتيه وهو سهل وخايب نايف ني كده. بابا ممكن تجيب ال 30 جنيه؟ يا حبيبتي معيش فلوس تاخدي 20 دولار؟ لا لو حطهم ناقصين هتزنق. عادل هي دي فلوسك؟ لا طبعا. ولا تنتوفه؟ لا يا ريت كانت فلوسي، بس زي ما بقول لكم كيس لقيناه في البازار. عشان نيتك الحلوه ربنا رزقك. المشكله بقى ان انا ما كنتش عارف الكيس ده بتاع ايه، وكل شويه ارميه يرجع لي. خلاص ما دام بيرجع لك يبقى رزقك. يعني اتكل على الله واسمي وافرق؟ لا يا عادل، ما دام لقيتهم في البازار يبقى مش بتوعك. انا ما ربيتكش على كده، احنا نستنى ساعتين ثلاثه لو ما حدش جه ناخدهم. ماشي يا جماعه، بس انا عايز اقول لكم حاجه، مش معنى ان احنا لقينا فلوس مش بتاعتنا ان احنا نتصرف فيها ونفرقها علينا. تنت يا رن تنتن، اوبا انزل على المسرح وهات اللي عليك. انت بتتكلمي في ايه يا جماعه؟ الكيس ده انا لقيته في البازار، وانا كلمت رمزي وزمانه جاي عشان يقول لنا الكيس ده مين اللي نسيه عندنا. دولا حبيبي، انا كان قلبي حاسس ان انت يا سراء اللي هتفتحي لي الباب، علشان كده قطفت لك زهره بمناسبه عيد الفلاح. وانا مش عايزه حاجه من وشك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده يا سيدي الكيس اللي احنا لقيناه في البازار. الكيس اللي احنا كنا عاملين نرمي فيه ده دولا؟ يا حبيبي يا دولا، علشان كده طلبتني عشان اخد نصيبي صح؟ نصيبك ايه؟ ده عادل عايز يرجعه لصاحبه. ايوه يا جماعه، ما انا صاحبه. يا سلام، انت صاحبه ازاي يا اخويا؟ معلش يا دولا انا اسف، يعني انا كنت بحوش من وراك. بتحوش من ورايا ايه؟ احنا عمرنا اشتغلنا بواحد بس من دول. المهم ما تعرفش مين اللي ساب الكيس ده في البازار يا رمزي؟ لا ما اعرفش. طيب ما دام ما تعرفش يلا اتكل على الله. طب نصيب يا دولا واحده بس، واحده بس يا دولا. اتكل على الله. ايه ده ايه ده الظلم ده؟ اتكل على الله يلا واحده بس. يلا يلا خلاص، انا سالتك وخلاص. طب دولا طيب دلوقتي يا جماعه
عايز ايه؟ من فضلكم يا جماعه انا كنت نسيت كيس اسود. خير يا دولا. صباح الخير. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 2. يا نهار ابيض، ده انا اتأخرت قوي، لازم اكون في البازار دلوقتي. لا يا حبيبي، ريح لك يوم. وايه ده؟ ده الفطار. الفطار هو المطعم قافل؟ لا. انت هتحلقي لي ولا ايه؟ لا يا حبيبي، كل الأول. اكل ايه؟ لا مش هينفع اكل، انا لازم اصلا اروح على البازار دلوقتي. كل الأول وبعدين انزل البازار. ايوه، اصل انت مش فاهمة، رمزي عاوز ايه؟ انا دولا حبيب قلب ابن عمي ما جاش النهارده، فقلت يعني اجي اطمن عليه. اتفضل. يا رمزي خش يا رمزي. دولا حبيبي الف سلام عليك يا دولا. الله يكرمك. الف سلام عليك. انت ايه جايب لي هديه من البازار بتاعي يا غبي؟ خش. ازيك يا ماما؟ صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي. اشرب الهنا والشفا. اهو ما حدش بقى سأل على الفلوس لغايه دلوقتي. عشان كده هروح اسلمهم في الاسم. اسم؟ اسم ايه يا ابو اسم؟ ايه؟ مرات الضابط اهم مني؟ هي تحج وانا لا؟ بقولك ايه بقى؟ انا عندي فكره كويسه جدا. احسن حاجه تعملها في الفلوس دي انك تفتح محل اللي بيبيعوا الحاجات بابو 2 جنيه ونص ده. لا يا عادل، احسن حاجه تعملها انك تحط الفلوس دي في البنك كلها باسم اختك. على اساس ان انت الوحيده اللي معاكي بطاقه يعني ولا ايه؟ لا يا حبيبي، احسن حاجه في الدنيا تعملها ان انت تخلي الفلوس دي للشقه وصاحبه الشقه. صاحبه الشقه والشقه محتاجين حاجات كتير قوي يا حبيبي. لا يا دولا، انت احسن حاجه تحط الفلوس دي بقى في توك توك. بس يلا بس يلا، احسن حاجه ان انا اخلي الفلوس دي زي ما هي كده لغايه ما يجي صاحبها يسال عليها. ما انت حتى لو اديتها لصاحبها يا عادل هتضطر تاخد منه 10% نسبه لصاحبه الشقه والشقه. ايه الكلام ده؟ سابق لاوانه قوي يا اخوانا، ولغايه بقى ما يحصل الكلام ده الفلوس هتفضل جوه في الجلاب. يبقى انا كده عرفت مكانها. خد يلا خد يلا ولا تعال تعال تعال، دخلت تسرقنا واحنا قاعدين. صح، استنى بالليل وانت نايمين. صح ايوه، وانا هفتح لك. ماشي يا حاجه، ابعتهم لك على طول. ماشي، عينيا. مع السلامه. بس يا عم، وردوا الامانات الى اصحابها. اتفضل يا عم الحاج، اتفضل. الحمد لله. احمد ربنا ان الشنطه دي وقعت معانا احنا. الحمد لله. صاحب الفلوس اهو. ده صاحب الفلوس؟ انا صاحب الفلوس. انا صاحبتها ازاي الفلوس دي؟ ايه الفلوس اللي نفسها حلوه دي؟ ما انا هقول لحضرتك، حتى بالاماره كان فيها فلوس كتير. او كان فيها فلوس كتير. فلوس كتير. اثبت يا عم ربيع، اثبت. طيب الفلوس الكتير دول كانوا كام يا عم ربيع؟ كانوا دولارز. دولارز؟ أيوة. وكمان بتتكلم انجليش؟ ايوه حضرتك، دي اللغه الام بتاعتي. دي حضرتك اللغه الام. وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا نازل من المطار عليك على طول. والله. ممكن بقى حضرتك لو سمحت يعني تديني الفلوس علشان انا يعني راكن الطياره صف تاني. والله صف تاني. خايف يعني ان الطياره تتكلبش، مش كده؟ فعلا. لا انا عنايا ليك، اسلمك الفلوس في الاسم ان شاء الله. الاسم؟ اثبت يا عم ربيع. يا عم ربيع. لا حول ولا قوه الا بالله، راح عم ربيع المسحراتي. بس ده هيسحرها في رمضان دلوقتي. لا ما تقلقش على رمضان، انت رمضان كله هتبقى صاحي، لان انا هكون طردتك من البازار. شوف لك بقى وظيفه. بتضحك عليا. معلش يا دول، انا منحرج منك يا دول، انا منحرج منك. بس الجوع وحش. الجوع وحش، وانا عمري جوعتك يا رمزي؟ جوعتني كتير. هاي رمزي. هاي. انا عملت زي ما انت قلت لي امبارح. ايه بقى؟ خدتها وطلعت على ثلاث مريوطيه. بس ما جابتش نتيجة. حضرتك بتدور على حاجة معينة؟ أصل أنا المرة اللي فاتت شفت التمثال ستايل تحفة. بس أنت وضبت المحل ولا إيه؟ يا عم ما وضبناش ولا حاجة، ولا نقلنا حتى تمثال مكان التاني يا عم. استنى يا رمزي، يا أستاذ أنت عايز إيه بالظبط؟ بقول لك إيه؟ أنا هنا إمبارح سبت كيس أسود بلاستيك
عايزه ليه؟ جايله ليه؟ ما يخصش حد. الكيس فين؟ انا رمزي اتصرف يلا اتصرف يلا. اتصرف دلوقتي اتصرف. اشمعنى بقى قبل كده كل شويه تقعد تقول لي ما تتصرفش من دماغك ما تتصرفش من دماغك؟ محدش هنا هيطلع بره غير لما يظهر الكيس. طب اسمع كلام مين فيكم دلوقتي، اطلع بره ولا لا؟ اسمع كلام البيه، ما تطلعش بره يا حيوان. بس ده غبي شويه معلش حضرتك. خلي نفسك بركات. استنى 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 حضرتك، ممكن ينزلني الاول بعدين يسلم نفسه؟ نزلني يا بركات. شكرا قوي، انتوا على طول بتيجوا متاخر كده. سعاده الباشا ده كان هيموتني. احنا جينا في الوقت المناسب، وعلى فكره انت ليك نسبه 10%. ربنا يخليك يا باشا، كويس ان انتوا جيتوا، ده انا رن لكم من بدري. مين الاخ ده؟ ده سيادتك، ده رئيس العصابه يا باشا، اسمه رمزي، وبركات ده هو اللي شغال.